سنتحدث عن طريق تصحيح النظر على مدى التاريخ وبطريقة الليزك بشكل خاص. كما تعلمون، تصحيح النظر على مدى التاريخ عن طريق النظارات بالبداية، وبعدها ظهرت العدسات اللاصقة، ومن ثم عملية التشطيب الروسية اللي معروفة والتي تركت حاليا، ومؤخرا عملية التصحيح عن طريق العمليات الجراحية كتبديل العدسة وغيرها. وفي الفترة الأخيرة الحدث الجديد اللي حدث قبل شي 25 أو 30 سنة هو تصحيح النظر عن طريق الليزك. ما هي شروط التصحيح عن طريق الليزك؟ هناك عدة شروط، ومن أهمها أولا يجب أن يكون عمر المريض 18 سنة. هناك استثناءات للي عنده درجة عالية بطرف وبدرجة منخفضة بطرف ثاني، أو ما في عنده درجة بالعين الثانية. هذه أمور تستوجب عمل الليزر بسن مبكر، وهناك طرق أخرى أحيانا بعد عملية المي البيضاء للذين يبقى عندهم درجة واضحة. بعد عملية المي البيضاء وزرع عدسة يمكن تصحيح النظر عن طريق للبعيد عن طريق الليزك، وإن كان عمر المريض متقدم بحدود 70 أو 80 سنة. أيضا الشرط الثاني أن تكون درجة النظارات أو درجة نقص النظر عند المريض قد أوقفت، يعني تتمت. والشرط الثالث أن لا يكون هناك مرض واضح متقدم مع الزمن له مضار أخرى، مثل الروماتيزم الحادة التي تعمل تشوه في المفاصل، التهابات داخل العين، في أمراض فيروسية تكون في القرنية دائمة، وهناك مرض السكر إذا كان متقدما أيضا. وهناك بعض الأمور عن أنواع الطرق التي يمكن أن نستخدمها في الليزك. في الحقيقة الليزك كليزر نفس الجهاز ونفس الكلمة، ولكن هناك طرق عن طريق رفع الشريحة أو عدم رفع الشريحة. فرفع الشريحة إذا كان بدنا نرفعها من رفع الشريحة من القرنية بسماكة 90 ميكرون، أو كما كانت قديما 180 ميكرون، هناك في الليزك والإنتراليز والفيمتوليزك. وإذا كانت بدون رفع الشريحة عن طريق قحط المخاطية، أيضا عندنا ثلاث طرق. الطريقة الأولى هي القحط ميكانيكيا عن طريق أي جسم يكون حاد، نقحط المخاطية لمنطقة الليزك ونعمل الليزك فوق الصلبة مباشرة. وهناك طريقة أيضا اسمها لاسيك، نرفع المخاطية دون أن تتفتت عن طريق تمديد السائل بالكحول، أو تمديد الكحول بنسبة 80%، ونطبقها فوق القرنية فوق المخاطية لمدة 25 أو 30 ثانية، وعندها نقحط المخاطية تدريجيا دون أن نفصل النهاية فيها. وبعد تطبيق الليزك أيضا نرجع نفرش المخاطية مرة ثانية. وهذه يعني فرش المخاطية مرة ثانية يعني أنه الخلايا هذه ميتة وليست حقيقة، وإنما تستعمل لتخفيض أو لتحديد الألم بشكل عام. الطريقة الثالثة التي نتكلم عنها هي عن طريق النو تاتش، تحضير مكان الليزك في المخاطية عن طريق الجهاز دون لمس. وهذه الطريقة ليست ليزك بالأصل، وإنما تحضير المكان الذي راح نعمل فيه ليزك عن طريق قحط المخاطية أوتوماتيكية. شكرا لكم أخوتي الكرام، وعلى أمل اللقاء في الحلقة الثانية.